هو سبب تسمية المياه الزرقاء بالاسم ده؟ سبب تسميتها المياه الزرقاء بهذا الاسم هي يعني في الأطفال لما بيحصل لهم ارتفاع في ضغط العين، الجزء اللي هو بتاع الصلب الأبيض بيتشد في الأطفال، بيبقى لسه مرن، فلما يتشد يبدأ يظهر الجزء الأسود اللي تحتيه مع وجود الأبيض فوقيه الخفيف، فيبان كلونه أزرق، يعني بتبقى لون العين شوية. مزرق شوية، تمام. مش الابيض الطبيعي العادي اللي هو بتاع الصلبه، لا بتبقى فيها سنه زرقان شويه، فعشان كده سموها سميت بهذا بالمعزل. الشكل، انما هي ملهاش علاقه بالاسم خالص، يعني هي اسمها التعريفي في الانجليزي او الاسماء الاسم المتعارف العلمي. عليه اللي هي الجلوكوما، تمام. والجلوكوما دي اللي هي يعتبر الايه المرض المهم اللي احنا لازم ناخد بالنا منه النهارده.